وأخونا معتصم يا شيخ سأل عن هذه المعاملة، هل هي شرعية أم لا؟ وهي أن الشركة التي مثلا يعمل فيها إذا أراد سيارة تشتري هي هذه السيارة وتتملك هذه السيارة، ويكون هناك مبايعة بينهم وبينه بأقساط شهرية، وهي ما زالت باسم الشركة. والإشكال عندهم هذا اللي يظهر، الإشكال الأخ أنه باسم يعني ببقاء السيارة باسم الشركة. هذا البقاء نوع من التوثيق ولا حرج فيه، يكون ما يفرغ ما ينقل الملكية، ملكية السيارة وملكية الأرض إلا بعد تكميل المستحقات والأقساط، فهذا لا حرج فيه. نعم. يجوز ولا إشكال في هذا، والعمل صحيح، وهذه معاملة جائزة فيما وصفت لنا يا أخ معتصم. نعم.